فقرة ناس وناس اليوم رح يكون اتصال مع فنانة لبنانية منحبها دائما من يعني إذا بنقول منحبها صار يمكن كتير كتير قليل قد ما منحسها بتشبهنا بتقربنا بجارتنا الصبية اللي رفيقتنا. هلا أنا ما بعرف عم بتحكي بس بتصور عم بحكي عن ألين لحوم. بقول لك بتصور حزرت يعني على على ألين اللي هي قريبة من الكل صح وقريبة من كل العالم. إضافة لنجاحها بالغناء عم تسجل كمان نجاحات بالدراما وشفناها بشهر رمضان بذهاب وعودة على بالفيوتشر مع أحمد السقا وعم تحكي اللهجة المصرية صحيح. عشان هيك رح نتصل فيها هلا لحتى شوف عن هالخبرة عن شهر رمضان وكانت بأكثر من مسلسل عن ذهاب وعودة وعن نشاطاتها معنا. ما بعرف إذا صارت معنا على الهواء. ألين صباح الخير. صباح النور ميلاد. كيفك؟ الحمد لله وبونجور لجوزيف كمان. بونجور ألين اشتقنا لك بنحبك كثير. التقيتوا سوا بالدراما انت وجوزيف او بعد؟ لا بعد ان شاء الله سون يا ان شاء الله يلا هيدا خلص رح تلتقوا ان شاء الله. ألين اول شيء رح بلش من 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 الحدث امبارح يلي صار الفستيفال يلي كان وخبريني عنه قبل ما نحكي عن شهر رمضان والمسلسلات وذهاب وعوده وغيرها. امبارح كنت عم شارك بفستيفال أرابيسك يلي صار بشارع فيردان واللي كان من تنظيم جمعية أجيالنا والأبسي. وتسكرت الطريق حد ورشة الأبسي. الهدف أكيد كان أنه نسكر الطريق لأهداف خيرية إنسانية وأكيد فنية. وكان في حشد كبير من الناس مع ستاندات لأشغال يدوية ولكل النشاطات اللي بتقوم فيهم جمعية أجيالنا. وكان في مشاركة لأكثر من فنان، يعني كان في مايك ماسي وديار صحاب وعزيزة وأنا والويكيم آر، وكان جمعة كثير حلوة ومن المهرجانات اللي بتحس فيها أنه ما في أحلى من أنه نجتمع كلنا لأهداف بتفرح وبتعطي أمل للناس. صح. على كل حال لما ذكرتي هول الأسماء كمان الفنانين المشاركين كلهم عندهم بركة هدف فني كمان، يعني كلهم عندهم كمان رسالة فنية. سو بتجتمع الرسالة الفنية مع الرسالة الإنسانية وحلو مثل هيك مثل هيك مثل ما إيفنتس يصيروا بالبلد مع نجوم شباب مثلكم عندهم هيك عندهم طاقة فنية فنية مهمة. ألين ذهاب وعودة شافوك الناس عم تحكي باللهجة المصرية إلى جانب الممثل أحمد السقا، خبريني عن هالخبرة بهالمسلسل بالذات يلي نال نسبة مشاهدة عالية تابعوا الناس بلبنان يعني عبر شاشة. أنا اسمح لي ميلاد قبل ما تجاوب ألين بدي أقول لها برافو، يعني مبيطي لنا وجهنا، براود أوف يو دايما بكل شيء بتعمليه وخاصة بهالمسلسل يلي كمان دورك كان فيه حلو وراقي ومرتب مثل ما عودتينا دايما ألين. ميرسي كثير. هو صراحة أنا حكيت ثلاث لهجات بالمسلسل، أنا كنت بلعب دور فتاة فلسطينية هي بتشتغل ضمن المخابرات وهدفها أكيد تساعد أحمد السقا اللي انخطف ابنه واللي بيجي بينبش عليه بإسرائيل. فكان أول شيء عندي تحدي إني أحكي فلسطيني وكان في كوتشية عم بيتابعونا تنحكي اللهجة مزبوط. وأكيد حكيت بالإنجليزي وبالمشاهد مع أحمد السقا طلب من المخرج إنه بديك تحكي مصري. فكمان كان تحدي آخر لأنه أنا ما بجيد اللغة المصرية اللهجة المصرية، بس كمان تحديت حالي فيها لأنه قلت إنه إيه ليش لا، إنه نحن اللبنانية معروف انه باللغات ما عندنا حواجز. فتحديت حالي من ناحيه الدور لانه دور جديد علي. وبذات الوقت اختبار كان رائع قدام نجم مثل احمد السقا، هالقد محترف، هالقد بيعرف بمهنته بكل تفاصيلها، هالقد بيشجع وبيعطي طاقه للممثل اللي بوجهه. والمشاركه بعمل هالقد ضخم عربيا كمان كانت يعني شغلة عم بحلم فيها، وبذات الوقت عندي رهبة كثير أنا وعم قوم فيها وجربت أعطي قد ما بقدر، بس كان في متعة بالعمل أكيد. نعم نعم. ألين دايما بسمع الممثلين بيقولوا أنه الممثل المقابيلي اللي بيعطي طاقة أو بيعطي دفع للممثل، وات إف العكس؟ يعني ماذا لو لم يعطي الممثل المقابيلنا الطاقة المطلوبة أو الدعم المطلوب شو بيصير؟ يعني ليش أنتوا لما بتمثلوا دايما بتعطوا كريدت للي واقف مقابلكم رغم انه الدور بتكونوا انتم دارسينه بتكونوا فايتين بعمق الشخصيه؟ بهمني فسر للمشاهدين يلي بيتابعوا، لانه بسمع على لسان غالبيه الممثلين دائما بيعطوا كريدت للشخص اللي واقفين مقابله ليساعدهم بانه يعيشوا شخصيه اكثر. تقنيا ليش شو بيصير لو ما اعطاك الدعم؟ اول شيء سؤالك كثير حلو وكثير مهم واساسي. رح اقول لك بصراحه ميلاد مضبوط، نحن كممثلين مضطرين اساسا نحضر شخصيتنا لو شو ما كان، بغض النظر من الشخص اللي نحن عم نتشارك معه المشهد. الحلو انه وقت يصير المشهد مثل ماتش بينج بون، يعني بعطيك وبتعطيني،
هيدا الشيء بيغنينا كلنا، يعني بنحس انه عن جد عم نطلع احساسنا بشكل صادق. هلا اكيد بتصادفنا اوقات انه نكون مع ممثلين يمكن يكونوا مبلشين جديد او يمكن ما هم مرتاحين، ما بيعطوك مثل ما مفروض يعطوك، انت بدك تضطر تعمل اثار عنك وعنهم. هلا هاي الشغله مش مفروض تبين للمشاهد، لانه علينا نحن اللي قادرين نسيطر على الوضع انه نشتغل تكنيك ونشتغل اكثر مونولوج انتيريور مثل ما بيعلمونا، انه نحن نعيش الحاله ونجرب نحللها مثل ما اذا صادفتنا بالحياه كيف ممكن نتفاعل معها. نعم. بس وقت اللي بيثائب انه ممثلين ماشيين على نفس الخط وفهمانين على بعضهم بتحس انه ما في احلى منا. اول شيء بتقطع بسلاسه، ثاني شيء بتتصور بسرعه، ما بتحس انك بحاجه انك تعيد، وبتحس انه انت والمخرج والممثل اللي معك فهمانين اللعبه على بعضهم. هلا كثير من الاوقات هذا الموضوع بيصير فيه ديكالاج لانه ما بنكون كلنا فهمانين على بعض او عندنا نفس الاحساس. نعم. او متجانسين خليني اقول. نعم. بس هيدا بيتطلب منا نحن مجهود، خاصه اللي عنده خبره اكثر، بيتطلب منه انه هو يعمل الجهد. نعم. عنه وعن غيره. نعم. بشكل انه يضل المشهد يقطع ويضل طبيعي. قالين وستكون المشاركه عربيه مش بس دراما بيور لبنانيه، هل هي برايك افضل لمستقبل الممثل او انتشار اكبر؟ هلا طبعا الجواب هو ايه، بس انت كيف لاحظتي الفرق؟ ما في شك جوزيف انه انا من الاشخاص اللي يعني الدراما اللبنانيه بالنسبه لي من الاولويات، بس اليوم اكيد ما فينا ننكر انه البان عرب، الدراما البان عرب اللي عم بتصير عم تفتح كثير ابواب لكتاب ممثلين ومخرجين لبنانيه، لانه نحن اذا بدنا نتكل على السوق اللبناني سوقنا صغير، السوق العربي اكيد اوسع وبيفتح ابواب لطاقات كثير موجوده عنا. وقبل كانوا يقولوا لنا انه لهجتنا هي الحاجز، اليوم عم نتاكد انه هيدي حجه ما بقى مقنعه ابدا، لانه لهجتنا عم تستعمل بكل المسلسلات وعم توصل على كل البلدان. صح. العربيه، فما في شك انه نحن بناخذ منها الاجابه. هلا انا عندي اعتراض واحد على هالموضوع، اللي هو انه انا ما بفهم اليوم البي يكون سوري، الام لبنانيه والبنت مصريه، هيدي منا كثير منطقيه. هيدي عم بتصير. بفضل يكون في مشاركه عربيه بس تكون منطقيه، يعني تقسيم الا اذا كانت مبرره، يعني انه يعني كل واحد عايش مطرح او صارت شيء مزبوط. صح. يعني اكيد تكون مبرره. صح. 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 قالين يعني قبل ما نودعك بهمنا نعرف كمان شو جاي هلا، خلص يعني تحدي شهر رمضان انا بعتبره بالدراما انتهى، كل واحد يعني الحمد لله، والحمد لله بعد فيك هيك شغله كثير حلوه، بعد مثل ما بيقولوا شو بيقولوا افعل التفضيل بعد منه دارج كثير عندك، الاولي والثاني والثالثه. برافو قليل، لانه ولا مره بشوفك ولا باي خطاب بتدعي لا الاولي ولا الثاني ولا الثالثه، مع انه يعني خلص الشهر وبعدنا ضايعين من النجمه الاولى والثاني والثالثه، ومين المحطه الاولى والثانيه والثالثه. الحمد لله، ثانك يو جاد، يعني يو هاف تو بي جريتفول على انك انت منك من هالنوع. بس شو جاي بعد الشهر؟ لك انا بقول بس على تعليقا على هالموضوع، اهم شيء الانسان يكون عم يشتغل بضمير، يكون راضي عن اللي عم يعمله. صح. وقت اللي بيسمع الناس بالشارع كيف بتهنيه وبتدعي له، هيدا اهم شيء. هي هيك بيكون الاول، ويكون يضل على الارض ليضل ناجح ويستمر. اكيد يعني. والاخطاءات كلها مش هي اللي بتقدم وبتاخر، يعني مع انه الله يوفق الجميع. يعني هلا مشاريع الحمد لله الصيفيه عامره بالحفلات والمهرجانات، وانا عم بكتب مسلسل، هيدا ثاني تجربه لإلي كتابيه. أه. فهلا هيك يعني عم غوص بالورق، مبسوطه كثير، عايشه مع الشخصيات، وعم حضر اغنيه جديده ان الله راد كمان قريبا جدا تسمعوها، وان شاء الله يعني في مشاريع هيك عم تنطبخ مثل ما بيقولوا. انا هيك كل شغله بحب اعطيها وقتها وبعطيها حقها. أيوة. واكيد ميلاد يعني انت بتعرف رح تكون من اول مين بيعرفوا عن كل شيء جديد. ثانك يو كثير. في لي دور بالمسلسل؟ لك متشرف متشرف. مشى حاله مشى حاله. ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. الكل بيسلم، رح نسلم لك عليه، رح سامي عم يسلم عليه، كل الكاميرامانيه والفريق اللي عم سلموا عليك علي. سلم على الفريق كله، انت بتجنن. ثانك يو كثير. ثانك يو قليل، شكرا. ثانك يو.